السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أكرر دور معين، فممكن أعمل سيليكت وأقول له كوبي وأقول له كونسترين وأقول له مالتي ايبل وأبدأ بقى إيه أخد الدور ده بالشكل دوت وهكذا. تمام، طبعا ده أسلوب كويس بس هياخد وقت كتير جدا. فممكن حاجة تانية توفر علي الوقت ومن غير ما استخدم أي كود ولا برمجة ولا حاجة خالص، إن أنا أبدأ أقول له إن أنا عايز أعمل أري، اعمل سيلكت كده واقول له ان انا عايز اعمل مثلا عددهم 100. تمام، واقول له انا هديك اول واحد وتاني واحد وانت كمل اهوت بالشكل دوت. هلاقيه عمل كل الليفلات، وسهل مثلا لو انت عايزهم تدخلهم 99 مثلا، خلاص تكتب الرقم وبعد كده هو عامل ده كله. ده جروب، ممكن تقول له ان جروب. تمام، ممكن تعمل سيلكت كده وتختار الجروب كله وتقول له بيك الجروب. لو انت خلاص خلصت ومش عايز موضوع الجروب ده خالص، عن جروب وعايز تظهر الفيوهات ديت، فهتروح لفيو وتقول له بلان فيو، تقول له فلور بلان، وتعمل سيلكت على كل الليفلات اللي انت عايزها وتقول له اوكي، فيبدأ هو يعمل لهم كرييت.